الان كي انجرب تما خطير. دابا هذا واقع، هذا واقع اللي كنعيشوه. واش كاين شي دراسه قبل ما تكون هذا المخطط الساحلي، قبل ما يدار هذا المخطط الساحلي، خص اولا تاخذ بعين الاعتبار هذه الدراسه ديال تجزئه المحيط. لان راه مشيتو تما انتما عارفين بها الناس العام السابق، راه كنوقف المباني تما لانه يمكن يشكل خطوره تاع للساكنين. النقطه الثانيه هي الغابات في المدينه تاعك. يمكن الغابه غادا مش نقول لك ماشي الانبتار، ماشي غادا الزاويه اللي بغيتي تدخل الغابه المدينه تاعك، وهذا الموروث خصنا نحافظوا عليه يعني اكثر ما كتصور. لان ملي كنقولوا المدينه تاع العراقيش راه كنقولوا الغابه، كنقولوا البحر، كنقولوا واحد المجموعه تاع العراق. هذه القضيه الغابه خصها تاخذ بعين الاعتبار، وبالاخص سواء في ناحيه مدينه العراقيش او العوامره او الساعد. المنطقه النقطه الثالثه هو المنطقه الصناعيه. المنطقه الصناعيه انتم كتعرفوا فين دابا المنطقه الصناعيه اللي جات في بلاندا من المو، ثم كتعرفوا جات قريبا للواد. ملي كنهضروا على البحر كنهضروا على الواد، وكنهضروا على المنطقه الساحليه. بالنسبه للمنطقه الصناعيه ثم كتعرفوا فين غتكونوا، واش كاين شي دراسه معمقه لهذه المنطقه الصناعيه حول الواد البحار، حول فين غيكتب هذا الواد، فين 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 واحد مجموعه الاشياء. والنقطه الاخيره اللي كيعاني منها مدينه العرائش او هي مدن الصفيح. كنتمنى هذا التوجه اللي قلنا ديال 25 سنه، حنا راه دوزنا تقريبا عليه 20 سنه ولا اللي مرت من هذه القضيه ديال الصفيح. كنطلب من الاخوان كذلك ومن السيد الرئيس ومن اعضاء القريه ديال الصفيح حاولوا يلقاو لها شي حل.